يقول: عندي تأشيرات أستخرجها بأمر، فهل يحق لي أن أبيعها؟ وهل المبلغ الذي أستلمه من الذين يشترون تلك التأشيرات حلال أم حرام؟ لا يجوز بيع التأشيرات. التأشيرات إنما تمنح لمن يحتاج إلى استخدام عمال أو خدم حاجته هو، أما أنه يتاجر بها فهذا ما يجوز، والنظام يمنع من ذلك. وفي هذا معصية لولي الأمر، أنه ما يعطون هذه التأشيرات إلا لمن يحتاج إلى استخدام عمال، أما أن يأخذها وهو يكذب ما هو محتاج للعمال وإنما يأخذها للبيع فهذا لا يجوز، وثمنها حرام. نعم.